اهلا بكم اخوة الاخوات، فيديو جديد على قناتكم ايد اش نيوز. هنيئا لنا بهذا الفوز، هنيئا المنتخب الوطني المغربي الفوز على نظيره الكندي ب2-1 وتصدر المجموعة السادسة. كانت صدارة مستحقة لنا بسبعة نقاط، صراحة انا فرحان. لكن صراحة الحاجة الوحيدة اللي ناقصة الفرحة ديالي انني نهار الثلاث في الماتش ديال بلجيكا والمغرب كنت في المغرب وفرحت وعشت الاجواء ديال الفرحه مع المغاربه، لكن هنا في هذا النهار هذا جيت لهنا لسانتاندير، فبالتالي ما تمكنتش انني نعيش ديك الفرحه كامله، بخصوص مدينه ماشي ما فيهاش حتى العرب باش تقدر يعني تفرح معاهم ولا كذا، يعني القضيه خاويه ما كاين حتى شي حاجه. هذا غنوريكم الاجواء من بعد ديال المدينه هنايا كيفاش دايره، يعني ما كاين لا احتفالات لا والو بطبيعه الحال، لان المغاربه ما كاينينش هنا في سانتاندير. المهم الاخوه الاخوات، ندخلوا في الموضوع. المغرب فاز على نظيره الكندي ب2-1 الاخوه الاخوات، بيت ديال زياش وبيت ديال النصيري اللي عاد بعد غياب طويل في الرسميات. وللاشاره النصيري سجل في جوج ديال المونديالات متتاليه، وسجل بالضبط في الدور الثالث من المجموعات، لا في 2018 في روسيا ولا في 2022 في قطر اللي هي دولة عربية، وحنا كنفتخروا بقطر وبملاعب قطر وبداكشي اللي قدماته قطر، لا على مستوى اللوجيستيك لا على مستوى يعني البنية البشرية يعني الحفاوة الاستقبال وبزاف ديال المسائل، رغم الإشاعات والسعار اللي أصاب الغرب، لكن هذا الشيء ما منعش أننا نفرحوا مع منتخب عربي اللي هو المغرب اليوم، ومنتخب إفريقي اللي كان تأهل سابقا السنغال، وباقي كنتسناو طامعا في غانا إن شاء الله لعل وعسى يكون الخير. إخوة أخوات، المغرب اليوم قدم على مستوى يعني رائع، رغم ان يعني المنتخب الكندي ضغط عندنا في الشوط الثاني، وهذا شيء باين الاخوه الاخوات، لاننا حنا عندما نخسروا لكن كندا ما عندهم ما يخسروا، يعني هما تاع لاعبين بلا ضغط بلا والو، ما وراهم جمهور كيتسناهم، ما وراهم يعني تاهل باغي يتاهلوا لا والو، عندهم صفر نقطه يعني يخرجوا يلعبوا معك الكره، وهذا الشيء اللي بان. ما كاين الهدف الاول، الهدف الثاني، الهدف الاول ديال كندا والوحيد جاء عن طريق واحد الخطا، يعني ضربها اللاعب ضربت في أقرد ودخلات صيدات بونو. لكن هذا الشيء ماشي مشكل، يعني واخا هدف بنيران صديقة، كندا مور ذاك البيت طمعوا في الماتش، داكشي علاش شويه شدوا في الماتش. اما كون بقاو 2-0 كانت غتكون هضره اخرى، كنا غنسالوا اليوم بخمسه ولا اربعه، ولكن ماشي مشكل، اللعبة كلهم تقاتلوا. انا اللي عجبني في المغرب هو القتاليه صراحه الاخوه الاخوات، القتاليه اللي كيلعب بها المنتخب والقتاليه اللي واقف بها اللعبة في التيران. كيفاش كتشوف حكيمي مصاب وداخل يلعب، والسيد راه ماشي تيلعب في اي فرقه في باري، يعني نورمالمون كان شي واحد ما فيهش الوطنيه ولا ناقصه فيه شويه الوطنيه غادي يقول لك اودي انا اخويا كنلعب مع باري سان جيرمان، مشي طرا لي شي حاجه يمشي لي الموسم كامل والشامبيونز ليغ وما عرفت شنو. لكن حكيمي بين لنا، ماشي حكيمي بزاف ديال اللعبه، لا مزراوي ذاك الماتش اللي فات، لا دابا حكيمي بينوا لنا لانهم حب الوطن وانهم يعني كيتقاتلوا. زياش تبدل صراحه، زياش انا صدمني، زياش ديال شحال هذه ماشي هو زياش ديال دابا، كنشوف زياش ديال هاد الدوره هاد العوده اللي رجع من المونديال مره اخرى في 2022، فتقاتل وتحس به معصب وتحس به كيغير على الوطن، على عكس زياش 2018 اللي كان شويه كان باقي نقدر نقولوا ما كانش يعني ماشي ما كانش كيلعب مزيان، وانما كان شويه بحال يلاه بالي. دابا السيد اختار 29 عام، انا ما نعرف علاش ما كانش كيلعب في تشيلسي، ولكن دابا نتمنوا له الخير ان شاء الله، غالبا غادي يمشي لاسي ميلون. المهم الاخوه الاخوات، المغرب دابا حاليا الفيديوهات اللي كنشوف فرحه كتعم جميع ارجاء المملكه، كاين شفت فيديوهات من برشلونه من ساراغوسا في فيديوهات في بيلباو، كل شيء يعني كيحتفل المغاربه والعرب هنايا في اسبانيا، لكن للاسف هنا في سانتاندير ما كاين والو الاخوه الاخوات، القضيه يعني للاسف ما بغيت صراحة نحتفل ونشط مع شي مغربي ولكن والو، القضية خاوية. هذا ما كان الإخوة الأخوات، هذا أخوكم يوسف، نحييكم، نتلاقاو في فيديو آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.